اجمع وجيه العز باحلى المواعيد والطيب راهي واشقر البن كايد كنك من الضحكات في ليلة العيد اجمل حكاية العمر والمواقف. ابو نايف مضواح بن شتوي القحطاني من مواليد راح الجنوب. أن أشافي منطقة راحة ومنطقة الحرجة حتى أخذت المرحلة الثانوية، وبعدها من عام 1410 وأنا في الرياض إلى الآن متزوج، لدي 5 أولاد وخمس بنات، وباقي بنسوي ضربات ترجيح نشوف. متعادلين الآن. السادس في الطريق؟ لا بس إن شاء الله، يعني إحنا لابد. في مباراة تنتهي بالتعادل؟ أبدا. والله الوجود كانت ضمن البرامج، وكنت في قبل الشاشة كان لي ظهور في بعض الصحف المحلية مع بعض الصحفيين اللي بعضهم متوفي الله يرحمه وبعضهم موجود الآن، وظهورنا في القنوات من تالي وفي الشاشة عن طريق قناة المجد، مجلس الطيبين، مجلس الأجاويد، وفيها قنوات ثانية شعبية نحضر في مناسبات، نحضر في زواجات، نحضر في أعياد، نحضر في مسابقات شعرية. والله المجد هي قناة الجميع، أنا أعتبرها قناة الجميع، وهي القناة اللي تجيها وانت مرتاح، حتى أسرتك لما يشوفونك في قناة المجد يرتاحون لأنها قناة المحافظة. فأنا أول من جابي في مجلس الطيبين قبل الأجاويد الدكتور والشيخ راشد الجذع الله يرحمه، أبو راشد حامد الجذع، أبو راشد رحمة الله عليه، هو أول من دعاني، هو مجموعة كانوا معه مجلس الطيبين، ومن ذاك اليوم إلى اليوم حنا مواصلين معهم. هناك كانت البداية، كانت البداية في قناة المجد. والله الأجاويد ما أثروا في أبو نايف الحالة، أثروا في المجتمع وفي الناس اللي يتابعون المجلس أثار طيب. والسؤال هذا يعني يتوجه للمشاهدين، أما إحنا فإحنا لو ما إحنا مقتنعين في الأجاويد وعارفين إن إحنا نجي ونسأل الله أن ينفع بما نقول ما جينا، ولا أعجبنا بالأجاويد. والله القصة كثيرة والمواقف كثيرة، لكن في قصة يعني يمكن أول مرة أقولها فيها معكم. أنا وأنا صغير الوالد كل ما يروح يطلع من القرية بسيارته يروح المدينة ثانية، زي يروح الأبها، يروح النجران، يروح الخميس مشيط، أطلبه يرفض إني أركب معه. يوم من الأيام ركبت معه في الصندوق وهو ما يدري، معه هنا تايوتا شاص، وركب في الصندوق وهو مشى، وأنا على أساس أبي أشتري لي حاجة من الخميس، ماخذ معي معطتني الوالدة فلوس الله يرحمه جميعا. الوالد هو عرف إني هو داري اني راكب بس ما يبغى يسوي نفسه انه ما يدري، وانا افكر انه ما درى. ووقف في المدينه في الخميس ونزل ياخذ غراض، وانا نزلت واخذت غراضي اللي ابغى اشتريه ورجعت في الصندوق ومشى، وحتى رجعنا القريه وهو متغابي يسوي نفسه انه ما يدري عني، بس يبغى يشوف ايش اللي خلاني اروح. يوم وصلت القريه هو يفتشني ويطلع معي، كان في مسجل صغير، أنا أبغى أروح أشتري مسجل، وبعدين أخذها علي، يعني خلاني أروح أشتريه. يوم جيت البيت يقول إيش تسمع أغاني ومدري إيش، هذه من القصص الطريفة يعني. مسجل هذيك أبو نقطة حمراء، أبو واحد في واحد أحمر، الباقي 4 أو 5
موجاته عادي أبيض. تعلق هنا والله الجمهور والحمد لله أني متأكد أن الجمهور اللي يتابعونا أنه جمهور واعي وجمهور يبحث عن الشيء الهادف، يبحث عن القصة الطيبة، يبحث عن القصيدة الطيبة. فأنا أقول لهم الله يسعدهم ويوفقهم، وإحنا والله ما نبذل ما نقصر في شيء، نبذل كل ما لدينا في إسعادهم. والحمد لله أن المجموعات اللي معنا جزاهم الله خير بقيادة الشيخ أبو عبد المحسن، كلهم الحمد لله متفاهمين متحابين، كل واحد وده يفتي الثاني بعيونه. هذا شيء يعني والله أني ملاحظة في الجميع، أن كل واحد الثاني عنده أحب من عيونه، وهذه نعمة من رب العالمين. حتى إذا حضر أحد، إذا أحد غاب منا ولا أحد صار عنده ظرف، والله العظيم نحن عليه وبعدها نشتاق له حتى يرجع. نعم اي والله، اي والله في بركه، لانها ان شاء الله لانها عملها فيما يرضي رب العالمين. والله طال عمرك، انا طبعا انا حضوري في المجلس قصائد، اسال الله ان ينفع بما نقول، والحمد لله ان قصائدي كلها اجتماعيه وقصائد دينية، مدح لله وللرسول وللناس الطيبين. أتمنى من الجميع إذا صار مني قصور يعذرونا إذا صار شيء، لكن إن شاء الله أننا نوعدهم بالأجمل وبالأحسن.